قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن الفوائد أنه قال هنا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما معناها؟ الخوف يشمل كل خوف. الخوف من ماذا؟ مثال ذلك: الخوف البدني والخوف النفسي. تخاف على بدنك، تخاف على مالك. الخوف النفسي، بعض الناس قد يبتلى بخوف من حيث الداخل وهو سليم وهو مطمئن من حيث الظاهر، لكنه من حيث الباطن في خوف وفي رعب.